طبعا فرجيكم الحمام وهي بتحط. افتح الخشاش، طلع 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 فيه. طلع طلع كبسه كبسه كبسات. كبسه ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا أخوان. يوم جديد وموضوع جديد ومغامرات جديدة بإذن الله. طبعا يا أخوان طلعنا من جو منخفض خرافي، يعني هسا شوية في هاي الخشة كانت بهدلة، فصلت الحمام بتاعتها حطيتها بالمطير وظبطنا الأمور. بس هاي الخشة للأسف متبهدلة، مش عارف حنحل موضوع المي فيها، كان منخفض شديد. اليوم بدنا نعمل شغلة غير، اليوم بدنا نطلع حمام الموعد ومعهم البواز. طبعا يا اخوان البواز انا صار لي فتره بطلعهم مع حمام موعد مغاربه، امسكهم برمي مع بعض. اليوم بدنا يعني نبلش ندس فيهم. اليوم ايش بدنا نبلش ندس فيهم؟ بس قبل ما نبلش نكسب الصلاه على الحبيب سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت يا اخوان تحط لنا لايك، تعليق، تفجير المقطع، خليكم معنا. راح نفتح هسه ان شاء الله على حمام الموعد والبواز وانتم معاي، صبركم علي. طبعا لسه يا اخوان الحمام يعني شو بدك تقول مرطبه، يعني الحمام مرطبه بجوز ما تمشي كثير زي ما انا بدي. هاي البواز خلينا نفتح عليهم. حلو البواز على السما على طول، بلاش نطلعهم على السما. خلاص ما دامهم طلعوا اطلع فيهم. في حدا هون؟ هون فش. يلا اطلع. طبعا هاي طلعوا. شوف. استنى نشوف. كلهم طلعوا امورهم تمام. سوي لكم اياهم. طيب هاي طلعوا البواز. وطلعوا ايش؟ حمام الموعد سوية. هسه شوي نصير نشدشد عليهم. طبعا زي ما قلت لكم هي شد شوي، يعني انا قاعد بطلع البواز بحيث انه نصير ندزهم مع حمام الموعد. بفصل منهم اكمل بوز، في بواز مفندقة شلتها. وفي اللهم صل على سيدنا محمد. في بوز شوي بده تليين، طلع هو مقوى علق وعلق وعلقوا بالسماء. ايه هذا التكله جوين باقي؟ اوبا متخبي ورا الرفصه. لا يا تكلجي، لا 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 يا تكلجي. طلع 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 ما شاء الله، طلع طلع. ايه الصاروخ راح يفوت فيها. عالصفرة فز، كان متخبي ورا الخشه. طلع التكلجي لحاله ساق ما شاء الله. هسه هسه بلم عليها. نعطي تحية للغاز، نقول الله يعطيك ألف عافية على النغمة الجميلة. هوا قوي اليوم. طبعا يا اخوان من الصبح قاعدة ما شاء الله الخير بنزل والشتاء بنزل، يعني هسه شوي راق الجو، هي بلش يعني الشمس تبين والامور تبين. خلينا نشوف الصبح تاع الغاز نكمل تصوير. اخوان الهوا بخلع فيهم خلع، قاعدين طلع 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 بدهم يسوقوا هيك بالاتجاه هذا مش قادرين. طلع الهواء كيف بقلبهم. اوه طلع. طبعا هذا هسه هو الهدف، مش انك يعني اول يوم تعال سوق، لا انا عارف الحمام شويه من المطر كذا مرطبه مش راح تسوق، بس قاعده بتعلى بتشقلب بتروح يمين شمال. خليها البواز ياخذوا مدار مع الحمام، برمه نعودهم على الحمام. انا اكثر من يوم كشيتهم طلع طلع كيف تقلب قاعده من الهواء، الهواء برميها لورا. انا اكثر من يوم كشيتهم مع بعض اساس ايش؟ يضموا خلاص يحفظوا بعض الحمام. بس الحلو انهم محبوسين هون جنب بعض وفي شبك بالنص، يعني الشبك الحمام شايفه بعض، الحمام شايفه بعض. هسه هسه لسه 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 هسه بتشجد عليهم شوي، بس على الهدى الحمام مرطبه خليها يعني شد براحتهم. كيف هي شد براحتهم؟ حلوه
نطلع لهم حبات الجديدة ونطلع لهم شو تعون الصبح إذا ما شتت، لأن هي قاعدة بتنقط، هي قاعدة الدنيا بتنقط. هاي يا والله بتنقط منيح كمان. نضبط مدار مع بعض وضبط الأمور، تكتكوهم وين راحوا؟ هسه بيجوا من ورا البناية، هاي بيجوا من فوقيها، بلشت تشتت الدنيا، والله بلشت تشتت، بلشت ترمي، كانت نقطة صارت تشتت أقوى. طبعا لسه 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 جاي افضل. ترى كيف علقوا؟ علقوا من الهواء. شدوا عليهم ما شاء الله. قربكوا عليهم. كيف ضم مع بعض؟ طيب كيف هيك الهواء بشيل فيهم كله فارج جنحانه. يلا روح ارمي حوله. ماشي عارفين الدنيا شتا وبهدلة، بس مش مشكلة عشان ما ترخيش. ماشي هترخي. طبعا يا اخوان الجو اختلف 190 درجة، الجو اختلف 190 درجة، بلاش الدنيا تشتي بزيادة. طلعوا الغيم الاسود هاجم هاجم وابو شراسة، اخليهم طيارات زي هيك يعني ما شاء الله عليهم، يعني لسه هم شداد يعني شدات، وما شاء الله حمام الموعد قوية ما شاء الله، والبواز يعني بتاخذ مجراها. تعرف لو الجو حلو، لو الجو حلو طلعهم هيك، انا مطلعهم بدري يعني مش متاخر عليهم، بس هو الجو عشان شتاء وبهدله مبين انه متاخر. الجو بتلاقي البواز هي اللي بتسوق فيهم، يعني البواز انا ما شاء الله جديده بتلاقيها بتمشي بترمح. الله عليهم، مش عارف شو قلبي حاسسني حيصير اشي، مش عارف ايش هو حيصير، في اشي متخبي، مش عارف ايش بوز حيروح. إيه حنصيد، حشت علينا ونغرق، يعني مش فاهم. استني رحمة ربك تصير. قربك عليهم عشان الدنيا وغيم سواد مش مبينات، وهم أصلا طبعا مبينات مع تمات خلقة. بلشت شت منيح والله. هيك قلت لكم شكله حنغرق، حيصير إشي. يعني غيم اختلف كله كليا، يعني كانت هون شويه كان في شويه شمس تعطيك ايش؟ تعطيك تفاؤل. خلينا نشوف شو تصير. طبعا يا اخوان طلعنا الشباب الطيبه كلها، طبعا دائما كالعاده اللي ورا الجلف. طلعنا نعمل كوكوم بالشتاء. جلف برضاش يشبك معها. طبعا ما شاء الله الله يبارك. وعلقوا علقوا. الجلف فات. يا اخوان زي ما انتم عارفين انا قاعد بصفي من الحمام، يعني انا بدي الطير اللي بطير. يعني ممكن طير طيرانه خفيف خفيف مثلا، مش خفيف يعني 100 بطيرش، يعني اقل من غيره، بس طير مميز جميل على السطح بنخليه، بنشتغل عليه بنصبر عليه بندعكه. اما طيور نصكم بشيلها، يعني اللي مطاره مثلا ما مش شدت ايدك مش عاجبني مش قطعه تطيب، علقت علقت علقت. طبعا صار لي فتره نطلعهم، يعني طبعا الدنيا بلشت ترشرش تبخبخ، مش مشكله بس خليهم يحركوا يعني امورهم يظبطوا وضعهم
اوبا والله دخلت باللفه هاي، يا ريتني لفيتها. طلع ما شاء الله. الله يبارك. ومنحب نسلم على الجيل مش قادر الحقهم. هاي الفاتوره المقدمه الجيل. ايش هذا اللي حاط؟ والله ما حطش. لا هسه حط. كسر فيهم كلهم، شل املهم طبعا. حرام رطبه، في اشي مبلول من الخشب. والله بلشت تشت منيح. لا لا خلص تعالوا انزلوا حقك علي. بلشت والله تشت منيح. طيب فرخ الشفر، كون فاسد غاد. مش فاضي اكرش وانا بس. بلشت والله، بلشت ترخرخ وترشرش. وهذا من تعوم مادب هذا. مشخط. طلع الشتاء مبينة. والله كبست. هاي طلع السوداء مبينة لك انه ايش؟ الوضع كبست. خليني افتح لهم الخشش بحيث ايش اللي بحط ينزل يحبس عشان ما تتبهدل الحمام. اول واصلين القويز وفرخ الشفر. طبعا يا اخوان القويز هاي الريشة مش عارف كيف طلعت له. تمام؟ هسه صاحبهم صاحبه قال لي في ريشه بيضه بديله. قال لي والله انا كان كله اسود، سحبتها طلعت بيضه، حرجع اسحب له اياها ان شاء الله بترجع تطلع سودا كمان مره. الحمام لسه طايره وغرقنا طبعا. خلينا نفتح الخشش بس. طبعا فرجيكم الحمام وهي بتحط. افتح الخشش طلع 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 فيه. والدنيا كبست مطر. دنيا ما شاء الله خير يعني. سامعين الصوت؟ مش عارف اذا مبين الصوت بالمايك. هسه الحمام بلش تتحمم، بخبخ حالها بالمي. انا اتخبى انا تحت المظليه تاعتي. طلع طلع كبسه كبسه كبسات. كبسه ما شاء الله. خليكم شوي، خلي بس ايش الحمام يعني عشان نحبسها ما تتبهدلش كثير بالمي. طيب تلعبوا بالمي. يلا تعال طلعوا معالف جوا. بسم الله تعال. اخوان للامانه والله ما في احلى من جو الشتاء مع الحمام. ما كمان معلف. هاي معلف هون بس كله مي، مش مشكله بس ننشفه. ما في احلى من جو الشتاء مع الحمام. تعي 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 تعي. لينا نعبي المعالف. طبعا انا مش عارف هي الكاميرا قاعده تصور بتصورش، مش عارف. انا الاشي الوحيد اللي عارفه اني غرقت. لا يا بتصور. الاشي الوحيد اللي انا عارفه اني انا غرقت. يا حبيبي المطوق المطوق نمله بده يتحمم هسه. طالب واس تقريبا كلها حبست. طلعتك لجد. لا 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 بوش تعال بمسكك مش مشكلة. بيجي حبة قطعة هون. استنى شو نفصل الايش اللي مش معاهم. بسم الله. هالقلقاطي برا
روح اجل اجل في محلك، شلبي محلك قرقاطي وين انت؟ يلا شو مشكلة، هذا مشخط هاي في كمان بوز لملم الواز قدر الامكان، رجعهم محلهم، باقي اموره طيبة. هاي اخوان زي ما شايفين هاي الحمام، هسه شوي بنحبسهم الا ما يلعب له كم من واحد برا مبسوطين على المي. هيك بنكون وصلنا ان شاء الله لنهاية حلقتنا اليوم، ان شاء الله حلقتنا كانت خفيفة لطيفة عليكم، استنونا بفيديو جديد وراح عن قريب ندز البواس. خليكم على كل جديد بالفيديوهات اللي نزودكم فيها، يعطيكم الف عافية.